كابتن شريف، بعد فوز الاهلي على وادي دجله المباراه اللي فاتت تصدره قائمه الدوري، يعني اشتعل السباق خلاص بقى، دخلنا في الجد بجد بالظبط. بقت راس براس بقى دلوقتي. بقت ماتش بماتش، ضربات جزاء زي ما انا قلت لك، بقت خلاص كاس نوك اوت. كلكم كده في الاستوديو هنا بتتكلموا عن ماتشات تكسب ولا تلعب، انما اللعب هو اللي بيجيب الاطمئنان، اللعب هو اللي بيجيب الاهداف. اللعيبه كلها لما بتبقى في حاله تركيز وحاله بدنيه جيده، تبقى انت وانت كجهاز فني بتتفرج او بتحط فرقه او يبقى عندك اختيارات كتير قوي، تبقاش عندك مشاكل يعني، عندك غيابات كتير طبعا بتخش في احلال وتبديل، انما بيجي لك لعيبه زي الشناوي وزي اكرم واللعيبه السته اللي كانوا موجودين في طوكيو، بتفرق كتير قوي معاك برضو نفسيا وبدنيا وكل حاجه، وتقدر تعمل حاله تدوير كبير قوي في اي مباراه، وهي ما بقتش مباراه بقى واحده. ايوه بقت سبع مباريات. انت هتشتغل بنفس المفهوم وبنفس الشكل طبعا. اللي هو الثلاث نقاط طبعا، مالكش دعوه بالاخر طبعا، الاخر يجي له ضربات جزاء، يجي له اي حاجه، احنا مالناش دعوه، احنا ما بنبصش غير في ورقتنا احنا. صحيح. فكل التوفيق وكل التركيز للعيبه بتاعتنا، واعتقد ان الاداره بتاعتنا قعدت معاهم وفهمتهم الوضع اللي جاي شكله عامل ازاي، وشكل الروح اللي هتبقى موجوده في الملعب هي الاساس. مهما كان عندنا صعوبات او غيابات او اي شيء، اعتقد اللعيبه خلاص بقى عندها شكل احترافي كبير جدا وخبرات صحيح. كبيره جدا في التعامل من كل مباراه بنستفيد منها اذا كان سلبي او ايجابي. المباراه اللي فاتت عندك ربع ساعه برضو بتتفاوت فيها الاحداث، نص ملعبك دايما بنطالب بالالتزام والتركيز، بيبقى فيه قواعد ثابته بالنسبه لاي فرقه بتلعبك، ما يكونش في حاله اختراق ابدا بالنسبه لك خلال المباراه. من هنا لغايه المباراه ان شاء الله هيكون لنا حديث وافي عن الفنيات والشكل اللي المفروض نبقى موجودين عليه باذن الله.